عليكم البنات، كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال يا ربي. اليوم كما كتلاحظوا معنا بان دومي او ما يسمى بخبز الطوف، انتما كتشوفوا كيفاش كيجي. اليوم غنحضر معكم بدقيق الخبز الكامل ان شاء الله، يعني دقيق تزرع بالنخاله، صحي وناجح 100% مع الاثار النجاح ديالو. تابعوني وشوفوا معايا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الطوست، غنحتاجو 250 غرام دقيق الكامل بالنخاله ديالو، غربلوه شويه اذا كان فيه النخاله، غالبا نحاول نصفيوه شويه من النخاله. عندي هنا 250 غرام دقيق ممتاز الخاص بالحلويات، يكون شي حرش لان حرش ما طلع لكم شي الطوست. عندي هنايا كاس العنب هذا الحليب دافي، الماء حتى هو شويه يعني ناقص واحد السنتيم كاس العنيمه. عندي هنا 2 المعالق كبار ديال الزيت اولا الزيتون اللي بغيتو، انا هنا عملت زيت المائده العاديه ما يعادل 4 كاس. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال السكر. نجيبو الماء والحليب، هنايا عندي الحليب والماء دافي، نخلط مع ديك الحليب هيدا، نعمل معاهم الخميره الفوريه قلنا معلقه كبيره، ونعمل معاهم السكر هيدا، نحاول ندمج ديك العناصر مزيان، وهذا الخليط هذا بيه باش غنعجن العجين. صافي. بالنسبه للعبالاتكم ديال الطحين، فهو هذا المول عندي فيه 35 سنتيم يعني في الطاوله ديالو، هذا هو العبار اللي كنعمل لهذا المول. هذا هنايا نجيبوا العجانه، ولا ماشي ضروري حنا العجانه غنستعملوها غير باش على حساب الوقت وصافي. غنعملوا هنايا الطحين، هاد الزيت غنخليوه هو الاخر ما نستعملوش دابا. غنعمل الطحين، نزيد هذا الدقيق الكامل، غنعمل الملحه، الملح على حساب الذوق طبعا، نخلط شويه ديك الملحه باش ما تقاسيش الخميره، ديال الخميره غير بيدي هيدا. صافي هنايا عامد العجين، سمحوا لي، والخليط هذا هو اللي غنعجن به. الا حتى ما كفانيش، المهم انا غنقول لكم الا كنت زدت شي حاجه ديال الماء، انا غنقول لكم شحال زدت. المهم دابا انا عملت هنايا كاس د العنيبه ديال الحليب وكاس د العنيبه ديال الماء، لان على حسب الطحين، الا كان الطحين كيتشرب راه ضروري خصكم تزيدوا شويه ديال الماء، ما كانش كتكتفيو بجوج الكاسان د العنيبه اللي قلت لكم. صافي البنات، انا كملت العجين ديالي، انا هنا زدت تقريبا كاس اخر ديال الماء ديال العنيبه باش عطاني هذا القوام. هذا ما خصوش يكون قاصح، ماشي يجيكم عاود الطوست ديالكم مفشفش ومهوي بهذه الطريقه. دابا ملي عجنت كلشي تقريبا العجين صافي واجد، غنزيد ديك ربع كاس الزيت اللي قلت لكم غنخليوه حتى للاخير. ايوا غنحاول نبقاو نقسموا على دفعات، نبقاو نخليو شويه بشويه حتى نجمعوا العجين سواء بيدنا سواء بالعجلانه.
هنا اللي عند اللي كتعجن العجينه تحاول تخلي على نمره واحد حتى كتسالي الكميه اللي عندها كامله ديال الزيت، عاد ديك الساعه كتعمل الدرجه الاخريه باش كتجمع العجين ديالها. صافي القوام ديال العجينه ديالنا هو كيفاش خصو يكون. نتمنى يكون كيكون كيبان لكم واضح، قرب لكم الكاميرا تشوفوا. ها هو ورا معجون مزيان مطاطي، هذا خصو يكون. صافي غنجمعوا هذا العجين، نحاول نعملو في يدنا شويه د الزيت باش ما يلصقناش في يدنا يعذبنا. نعمل شويه الزيت في يدي ونجمع العجينه ديالي. صافي انا كنخليها غير هنايا باش تخليها تخمر، نخليها غير هنايا ندهنوها شويه بالزيت في الوجه باش ما تنشفلاش العجينه، غير في الوجه وصافي. هيدا نغطيوها بواحد السلوفان باش ما يدخلش الهواء. صافي نخليوها تخمر ساعه كامله لان الطوست كيبغي تخمر مزيان. اصلا دابا الحراره يقدر ما نفوتش نص ساعه، المهم انا فوق شحال ما احتجت في التخمير ديال هذا العجين انا غنقول لكم، ولكن كنصحكم تخليوه ساعه كامله مده 60 دقيقه، ديك الساعه ان شاء الله نرجع معكم. الخبز ديالي ها هو بعد ما خمر، انا خليته تقريبا نصف ساعه، دابا صرا الحراره راه كيخمر لنا الخبز. هنايا ملي عتشوفوا فيه هاد البوابق هادو يعني راه خمر وخصنا نطيبوه. المهم واحد النصيحه، الا كان عندكم الفران غازي راه غتشعلوه غير من تحت، والا كان عندكم فران ديال الضو راه نتوما غتشعلوه من الفوق ومن التحت بحال غطيبوا الكيك. صافي دابا غندخلوها الفران يطيب وان شاء الله نرجع معكم ملي غنطيبوه. الخبز ديالي ها هو بعد ما طاب كيجي محمر. النصيحه اللي غنقول لكم لهذا الخبز هو انكم ما خصكمش تقطعوه، يعني ملي غتجبدوه ما تقطعوهش ما تحاديوهش، خصكم تخليوه حتى يبد على الاقل على الاقل جوج ساعات الا كنتو مزروبين فيه. الا ما كنتوش مزروبين فيه راه خصكم تخليوه يبرد ليله كامله حتى الصباح، عاد ديك الساعه يقدر يعطيكم الطوع باش تقطعوه، لان الا قطعنا دابا غيبقى يتفرتت وما غيعطيكمش الفورمه ديالو يعني صحيحه. فمن الاحسن ما تزربوش عليه، خليوه يبرد على خاطرو ليله كامله. ولكن كيف ما قلت لكم الا كنتو مزروبين فيه عاد قطعوه من بعد ما دوز عليه جوج ساعات اولا ثلاثه. هنايا ملي جبدتو انا دهنتو بالزبده، هو راه فيه واحد اللمعه هادي الزبده، هادي كندهنوا الزبده في الوجه وفي الاطراف باش كنرطبوه شويه. هو راه تقريبا بدا كيرطب ولكن راه باقي سخون، باقي سخون ما خصكمش تقطعوه. والنصيحه الثانيه هو انكم تقطعوه بموسد المنشار اللي كيكون عنده ديك السنان يعني طوالين، هو حيت هو اللي كيقطعوا به هذا الخبز الطوست. صافي الا تبعتوا غير هاد المراحل اللي ولدتكم فكونوا على يقين انه الطوست غينجح لكم. واللي بغى يعمل فيه غير الخبز، يعني اللي بغى يعمل في هذا الخبز الطحين العادي الحلوى يقدر يعمله، ولكن ينقص واحد شويه من العبار. بحال مثلا عملت انا 250 غرام طحين الحلويات وعملت لكم 250 غرام طحين يعني الدقيق الكامل الزرع بالنخاله. انتم اللي بغيتو تعدلوا بلا دقيق يعني الزرع بالنخاله، عملوا 400 غرام طحين العادي الابيض الخاص بالحلويات. ولا كنتو باغين تعدلوا غير الدقيق الزرع بوحده وعيخرج لكم، ماشي ما يخرج لكم شي، ولكن ضروري خصكم تعملوا معاه محسن. علاش؟ لان طحين الزرع ما كيطلعش يعني ما كيتنفخش، غيبقى لكم كيفاش غنقول لكم، غيبقى لكم يعني في الارض، ماشي هذا غيجي مفشفش بحال هذا كيجي مفشفش ومهوي. ومهم الا عملتو غير دقيق الزرع تقدروا تزيدوا معاه واحد المعلقه
الخل، راه الخل كيخدم بحال يعني كجزء بحال محسن تقريبا. صافي شنو بغيت نقول لكم اخر؟ الطياب انا قلت لكم قبيل، الا كان عندكم فرن كهربائي غتشعلوا له من الفوق ومن تحت، اذا كان عندكم الفران يعني العافيه ديالو 180 مجهده كتعملوا 180. انا فحال الفران ديالي انا عملت له 200 درجه، لان الفران عندي 180 عنده ضعيفه بزاف، فلذلك كل واحد يعرف على حسب الفران اللي عنده. هذه من جهه. والفران د البوطه اي د الغاز كتشعلوا له غير من التحت بحال غطيبوا الكيك، ما كتجهدوش عليه العافيه بزاف وما كتنقصوش بزاف، يعني عافيه يعني متوسطه. صافي الا شفتوه ما تحمر لكم شي راه كتشعلوا انا كنهضر على الفران د البوطه، الا شفتوه طاب يعني كتشوفوه بجنب كيتحمر من الفوق باقي ما محمرش تقدر تشعلوا له حتى من الفوق، ولكن غالبا غيتحمر لكم واخا ما شعلتوا له شي من الفوق، لان عندي الفران د الوالده اللي كنعمل فيه الخبز بحال هذا اولا كنعمل فيه الكيك، فهو كيتحمر غير العافيه التحتانيه كاع، ما كيحتاج ابدا نشعلوا العافيه من الفوق. المهم هادو غير كنصائح باش الخبز ينجح لكم، وتستغناو كاع من الخبز اللي كنشريوه غالي ومقطن بزاف ما كيصلح حتى شي حاجه. فهذا كيجي البطعه ديالو واقفه وشباعيه، كتاكل غير جوج طروفه، الله يجعل البركه. صافي هذه هي نهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى تستافدوا وهذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والاقارب باش يستافدوا حتى هما معكم. نتمنى لكم اوقات طيبه، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.